أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.